من نام مبكرا أمس الجمعة على أن الهلال بطل الدوري وأن الأمير نواف بن سعد هو الرئيس وياسر القحطاني قائد الفريق والأمير بندر بن محمد هو رأس الشرفيين في النادي الجماهيري الكبير، سيستيقظ صباح السبت ليجد أن الأمير نواف بن سعد قد استقال فجرا وأن سامي الجابر قد أصبح أول لاعب في تاريخ النادي يتقلد منصب الرئيس، واستقال الأمير بندر بن محمد من منصبه الشرفي، بل وياسر القحطاني قد اعتزل وأن مباراة اعتزاله ستكون أمام برشلونة أو ليفربول أو ريال مدريد بتمويل من رئيس هيئة الرياضة. ليلة عجيبة كانت البارحة. ما يحدث في الهلال بعد 48 ساعة من تحقيق الدوري السعودي لا ينطبق على فريق حقق بطولة، بل إنها أقرب لناد خسر البطولة. خروج الأمير نواف بن سعد كان متوقعاً بسبب انهيار الدعم المالي الشرفي وتراجع قدرة عدد كبير من الشرفيين على تقديم الدعم المالي الكبير المعتاد، وبدا واضحاً أن القادم أصعب في مواجهة جمهور لا يقبل إلا بالأفضل والأغلى، وحصل الأمير نواف على الخروج المشرف كرئيس لنادي حقق بطولة الدوري. إدارة نادي الهلال نواف بن سعد كما يلقب الهلاليين بوجه السعد، نواف بن سعد الذي اتخذ قراراً صعباً حاسماً جداً. البديل كان المفاجأة، سامي الجابر هو أول لاعب هلالي يترأس النادي، وتنصيبه أيضاً كسر قواعد تاريخية في الهلال، وهي أن اختيار الرئيس كان دوماً في اجتماعات مغلقة داخل منازل الشرفيين. سامي رئيساً للهلال بدعم هيئة الرياضة وموافقة بعض الشرفيين الذين ذكر سامي الجابر بعضهم، ومنهم الوليد بن طلال وفيصل بن سلطان وأحمد بن سلطان. عام من التكليف سيكون اختباراً قاسياً ومرهقاً لسامي الجابر في مواجهة طموحات جماهيره الكبيرة، وستحدد خيارات الإدارة وتعاقداتها حجم الثقة بالنجم الكبير على المقعد الكبير، وسيحصل على الثقة الكاملة حسب نتائج الهلال في الموسم المقبل. رؤساء الهلال الشيخ عبد الرحمن بن سعيد يرحمه الله الأول، عبد الرحمن الحمدان الثاني، عبد الرحمن العبدان الثالث، فيصل الشهيل الرابع، الأمير عبد الله بن ناصر الخامس، السادس الأمير هذلول بن عبد العزيز، السابع الأمير عبد الله بن سعد يرحمهم الله جميعا، الثامن محمد مفتي، التاسع الأمير خالد بن محمد، العاشر فواز المسعد، الحادي عشر الأمير بندر بن محمد، الثاني عشر الأمير سعود بن تركي، الثالث عشر الأمير عبد الله بن مساعد، الرابع عشر الأمير محمد بن فيصل، الخامس عشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، السادس عشر محمد الحميداني، السابع عشر الأمير نواف بن سعد، والثامن عشر أو الرئيس الثامن عشر في تاريخ الهلال سامي الجابر. طبعا سامي جابر في الهلال، حاتم خيامي الآن في الوحدة، حمد الصنيع في الاتحاد، ثلاث لاعبين يقودون ثلاث أندية سعودية كبيرة. معالي رئيس هيئة الرياضة مع سامي الجابر، ماذا سيحدث في الموسم المقبل؟ خلينا نشوف. نجم في الملعب وأتوقع تصير نجم في نادي الهلال، رئاسة نادي الهلال، نبي العالمية يا سامي. بإذن الله إن شاء الله. بالتوفيق. بإذن الله إن شاء الله. نجم في الملعب وأتوقع تصير نجم في نادي الهلال، رئاسة نادي الهلال، نبي العالمية يا سامي. بإذن الله إن شاء الله. بالتوفيق. بإذن الله إن شاء الله. قبل ما يتسلم أو بعد تسلم سامي الجابر أو إعلانه كرئيس نادي الهلال، ظهرت تخوفات كثيرة عند الجمهور حول الوضع المالي. معالي رئيس هيئة الرياضة أوضح دخل الهلال خلال الموسم المقبل، كم راح يكون دخل الهلال عشان الناس يعرفون قديش هيحتاج دخل الهلال؟ 95 مليون ريال رعايات تذاكر، 45 مليون نقل تلفزيوني، و20 مليون ريال حملة دعم ناديك، اللي أصلا الآن كشف رئيس هيئة الرياضة منذ قليل أن الرقم مش 20، الرقم أكثر من 20، الرقم الآن قريب 39، يقول 40 مليون ريال يمكن بعد تفاعل الجمهور. 40 مليون مع 45 نقل تلفزيوني صارت 85، 90، 180 مليون ريال، وانت لسه تقول بسم الله ولا تحط ريال. الموسم الجاي ما شاء الله دخل الهلال راح يكون متوفر له 180 مليون ريال لو ما دفع لرئيس الهيئة ولا ريال.
فبالتالي لو قلنا الهيئة يمكن تجي دعم منها 70 مليون، فتتكلم من الميزانية المرصودة 250 مليون ريال، راح يكون في تدفق مالي الموسم الجاي 250 مليون ريال. هذا نموذج أمامنا للهلال.